بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أستاذ مساعد دكتور أشرف محمد علي. النهاردة بديكم محاضرة خاصة بجزئية مهمة قوي في الإلكترونيكس، وهي شرح الفيز لوكد لوب. في ناس كتير بعتت لنا عايزة تفهم الكونسبت بتاع الفيز لوكد لوب، فالمحاضرة بتاعت النهاردة احنا مخصصينها لشرح هذه الجزئية. تمام، هنحاول نبسط برضو المعلومة بقدر الإمكان بحيث يسهل استيعاب موضوع الفيز لوكد لوب. تعالوا نشوف مع بعض. الفيز لوكد لوب سيركت زي ما احنا شايفين قدامنا، دي الدايرة بتاعت الفيز لوكد لوب. تعال نشرح الدايرة كده بالتفصيل. الدايرة اللي قدامي دي عبارة عن كلوزد لوب سيستم، فيها فيز ديتكتور وفيها لوب فلتر وفيها في سي او. اهم حاجة انك تفهم كل بلوك من دول بيعمل ايه، تمام، ومن خلاله هنقدر نفهم ايه الهدف من الدايرة بتاعت الفيز لوب لوب دي، ودي دايرة مهمة قوي في الالكترونيكس عندي. ان جنرال المفروض الكلوزد لوب سيستم الهدف بتاعه الرئيسي هو انه بيعمل عملية سيلف ريجوليشن. يعني ايه سيلف ريجوليشن؟ يعني تنظيم ذاتي. يعني لو في حاجة في الانبوت اللي عندك اللي هنا، زي الانبوت اللي داخل عندي اللي هو بيتمثل الفيز والفريكوانسي، فيز انبوت او الفريكوانسي انبوت، المفروض ان الاوتبوت يبقى هو نفسه الانبوت. تاني، يعني المفروض ان الانبوت اللي داخل ده بسميه الديزايرد output response، الحاجة الاوتبوت اللي انا مرغوب فيه ان انا اوصل له. احنا بنتكلم بالراحة قوي، بمعنى ان الفاي ان هي نفسها الفاي اوت، الاوميجا ان هي نفسها الايه الاوميجا اوت. يبقى انا حافظت على الايه الفيز بتاعتي وحافظت على الفريكوانسي بتاعتي. فهو هنا الفيز لوك دلوب كأنك حافظت على الفيز بتاعك، كأنك عملت غلق للفيز بتاعك عن طريق لوب بتعمل سيلف ريجوليتنج عشان تحافظ لي على الفيز بتاعي اللي موجود اللي داخل ما يتغيرش. تمام كده؟ طب واحد يقول لي حضرتك كاتب فيز انبوت واوميجا انبوت، ما خلي بالك ان الفيز والاوميجا ريليتد لبعض. ايه؟ الاوميجا هي تفاضل الفيز بالنسبه للطيب، يعني انا ما بفاضل الفيز بالنسبه للطيب هما ده الاوميجا. تعال بص معايا كده، هو كاتب ايه؟ الفاي اوت في المعادلات بيساوي الفاي انبوت زائد ثابت. تمام، زائد ثابت معين. الثابت دوت بيتمثل اللي هو كأن مثلا زائد ايرور معين. المفروض الثابت ده انا عايز اخليه يوصل للزيرو. لما فاضل هذا الكلام هتلاقي ان الاوميجا اوت ساوت الاوميجا ان والثابت بقى بزيرو. ليه؟ لان بابا فاضل ثابت بالنسبه للطايم ساوى الفريكونسي ساوت بزيرو. فاذا الفريكونسي ما فيهاش مشكله، الثابت ظاهر في الفيز، فانا عايز احافظ على الفيز بتاعي. يعني الفيز هو اللي عامل لي ايه؟ عامل لي المشكله. فانا الفيز لوب دي لوب بقى اللوب بتاعتي دي هتعمل سيرف ريجوليتنج بحيث انها تحافظ لي على الفيز ان هو ما يتغيرش. ماشي يا جماعه؟ تاني، انا عندي العلاقه ما بين الفاي اوت والفاي ان، ان في فرق ما بينهم اللي هو الكونستانت ده. لما بفاضل عشان اجيب الاوميجا، لان الاوميجا هي تفاضل الفيز بالنسبه للتايم، هيديني اوميجا اوت بتساوي اوميجا ان. بساطه جدا. يبقى انا المشكله عندي في الفيز. تمام، انا عايز الوك ده على مين، او عايز احافظ على مين؟ احافظ على الفيز. فبيبقى في عندي اول جهاز فيز ديتكتور، يبقى بيديتكت الفرق ما بين الايه الفيز اللي موجود، فبيطلع لك هنا ايه ايرور سيجنال اللي هي عباره عن ايه الفرق اللي موجود في الفيز. طول ما في فرق الفيز ديتكتور شغال، واللوب فلتر اللوب فلتر شغاله، والفي سي او شغال، يقعد يشتغل كده سيلف ريجوليتنج لحد ما الفيز انبوت يساوي الفيز اوتبوت، ما يساوي يحصل لوكينج على الفيز. كانك بتقفل اللوب دي. يعني ايه؟ يعني كانك بتغلق اللوب. خلاص بقى اللوب دي كده انا تمام، حصلت على المطلوب. تمام، الكومبوننت اللي عندي اللي موجوده في الفورورد باس هي اللي بتحقق لي هذا الكلام اللي احنا عايزين نقوله. تعالى كده نمشي واحده واحده. اول حاجه هنتكلم على الفيز ديتكتور. زي ما هو قايل لك بيكومبير الفيز ات اتش انبوت عند كل انبوت، وبيجنريت الايرور سيجنال. كل انبوت اللي هو مين؟ اللي جاي من الانبوت سيجنال واللي جاي من الفيدباك سيجنال، وبيولد لك ايرور سيجنال اللي هي بروبورشنال لمين؟ للفيز ديفرنس ما بين التو انبوتس. تمام، يبقى الفيز ديتكتور بيولد لي فيز المفروض ان هو ايه
بروبورشنال مع فرق الفيز ما بين التو انبوت، وبيجين معين اسمه الكي دي اللي هو الجين بتاع الفيز ديتكتور. يعني انا لو كتبتها كمعادله ان الفولت اللي خارج من الفيز ديتكتور عباره عن ايه عندي، الفولت اللي خارج من الفيز ديتكتور لو انا نظرت اليه هو عباره عن ثابت في فرق الفيز. الاي اوف تي مثلا السيجنال اللي داخله عندنا تو سيجنال، اي واحده اسمها كوساين اوميجا نوت تي زائد فاي اي مثلا، والبي عباره عن بي كوساين اوميجا نوت تي زائد فاي بي. لو انا خدت الفيز ديتكتورز ده مش شرط ان هو بيحقق ايه فرق، جاب منين الايه الفروقات دي؟ ان انا لو خدت التو سيجنال بتوعي كانه مثلا سي مضروبين في بعض، هتلاقي ان هو طلع لك ايه من حساب التريجنومتريك اللي عندك حصل لك ايه كوساين مجموع زائد كوساين فرق. في هنا عندي فريكوانسي موجوده 2 اوميجا نوت تي. خلي بالك الفيز ديتكتور عشان يطقي هو مش بس بيطلع الايه الفرق، المفروض انه يطلع الايه الفرق ما بين التو فيزز، بيطلع كومباينيشن من كذا حاجه زي الميكسر كده، كان عمليه خلاط، عارف الميكسر اللي بيطلع حاجات كتير قوي، من ضمنها اللي هي حاصل الضرب اللي بيحصل فيه ان في مجموع للفيز وفي مطروح، انا يهمني يحصل على ايه الفاي اي ناقص الفاي بي، وبيحصل على مجموع وفرق، بس اللي بيديتكت مين الفرق. خلي بالك انت هتقول ان في عند المجموع في تردد كبير 2 اوميجا نوت، طب ما في بعد كده لوباس فلتر، الفلتر اللوب فلتر اللي موجوده بعديه، بحيث انها تسلكت لك مين ان 2 اوميجا نوت تي دي تقول لها مع السلامه التردد ده عالي ما تاخدوش معايا. خدت بالك؟ يعني التردد العالي بتاع الكوساين 2 اوميجا نوت تي ده ما يتاخدش معايا في الحسبان. ليه؟ عن طريق اللوب فلتر، ويبقى عندي كده الايه الفرق اللي هو ايه الفرق ما بين التو فيزز هو اللي ايه المتبقي معايا، لان انا عندي كوساين 2 اوميجا نوت تي. فيبقى دلوقتي عندي اللي داخل اللي داخل من اللوب فلتر على الفي سي او عباره عن فولت. الفولتج كنترول اوسيليتور بيعمل ايه؟ الفولت اللي داخل ده بيحوله لمجموعه من الترددات. تمام، الفولت اللي داخل على الفي سي او بيحوله لتردد، ما هو في سي او يعني فولتج كنترولد اوسيليتور، بياخد الفولت ده ويحوله لايه لتردد. تعال نشوف مع بعض الفي سي او ده بيعمل ايه. اهو احنا عندنا في البي ال ال الفي سي او استريتد از لينير تايم انفاريانت سيستم، بنعتبره زي لينير تايم انفاريانت. وفي ناس كتير قوي فاهمه يعني ايه لينير تايم انفاريانت، ان انا لما باجي اعمل له عملية convolution بعملها بالطرق المعروفة بتاعت convolution، لما يدخل عليه input signal على السيستم بتاعي بعمل عملية convolution، لازم يبقى السيستم محقق linear time invariant، فهو الـ VCO محقق linear time invariant. الفاي بتاعتي عبارة عن ايه؟ عن ثابت بكامل الـ V control دي بتاعتي اللي داخلة من خارج اللوبس فلتر. والأوميجا عبارة عن ايه يا جماعة؟ هي عبارة عن أوميجا زائد ثابت في الـ V control. هو رسم لك هنا بقى ادي الفي انبوت والفي اوتبوت اللي داخلين، فرقهم هو ده بتاع الفيز ديتكتور ده بعد ما عملت له فلترنج، هو ده اللي داخل على الكنترول، داخل على الفي سي او، فلما دخل على الفي سي او حولها لي التردد، ادي التردد اهو. العلاقه ما بين الاوميجا اوتبوت والاوميجا اللي داخله ايه؟ انها تردد مجموع عليه ثابت حسب الفي كنترول دي بتاعتي اللي هي الفولت اللي بيكنترول ده عندي، اللي جاي منين؟ من خارج اللوبس فلتر. فبالتالي بيطلع لي ده الاوميجا اوتبوت بتاعتي، وبتطلع معايا كمان الفاي اوتبوت بتاعتي اللي هي خارجه من الفي سي او. دي اللي بتحاول تعمل لك ايه؟ بتحاول تقلل لك الايرور بقدر المستطاع، يعني بتدي لك فاي اوت جديده اللي بتتقارن مع الفاي انبوت الايه القديمه اللي داخله في كانبوت، يقعد يعمل عمليه المقارنه لحد ما يصل الايرور سيجنال بتاعتك بزيرو، يحصل لوكينج على الفيز بتاعك. طالما حصل لوكينج على الفيز يبقى انا كده حليت مشكله الايرور اللي موجوده في الفيز بتاعتي، وده كده بيسمى الايه الفيز لوك دلوب. طبعا في رينج لللوكينج، يعني ايه مدى معين. الرينج بتاع الانبوت سيجنال فريكوانسي اللي هو الرينج ده معناه ايه؟ اللي هو المعدل بتاع الانبوت سيجنال فريكوانسي بحيث ان اللوب ريمين يحتفظ باللوك دي بتاعته. زيس كان ممكن اعمل لها ليميتيشن يا اما بالفيز ديتكتور او الفي سي او، يعني في ترددات معينه ابشتغل عليها بحيث تحافظ لي على ان يحصل لوكينج في الفيز بتاعي. لو انا خرجت بره هذا الرينج، خرجت بره مش هيحصل ايه لوكينج على الفيز بتاعنا، لازم احافظ على اللوك رينج. يبقى بكده انا اديتك معنى
كده مبسط جدا للفيز لوك دلوب. انت المفروض تعرف ان هو كلوز لوب سيستم بيحصل فيه سيلف ريجوليتنج، في عندي الفيز ديتكتور اللي بيطلع منه الفرق ما بين التو فيزز عن طريق اللو باس فلتر اللي بيسلكت اللو فريكوانسي، بتدخل الانبوت سيجنال ديت بتدخل على الفي سي او، بتبقى عباره عن فولت، فالفي سي او كنترول فولتج ده بيتحول لتردد فبيديلك تردد جديد، بالتالي فيز جديد، عشان الفيز الجديد ده كانه عمل ابديتنج للفيز، بيحاول يقرب من الفيز بتاع الانبوت، يقعد يحاول لحد ما يحصل اللوكينج ان الفيز انبوت ساوى الفيز اوتبوت، بيحصل لوكينج كده، اقفل اللوب الكلوز لوب سيستم دي بتاعتك، اعمل لها لوكينج بقى، تمام، اقفل المفتاح كده بتاعك انك انت وصلت ان الفيز انبوت بيساوي مين، الفيز اوتبوت، تمام كده. يبقى انت المطالب بيه انك انت تبقى عارف كل بلوك بيعمل ايه، وتبقى عارف معنى اللوك رينج اللي هي الرينج بتاع الترددات المختلفه اللي بحيث اللوب بتريمين لوكد وان ات هاز كابتشر ذا انبوت سيجنال، مجرد ان بيدخلها اي انبوت سيجنال فبتقدر انها تديكت الفيز، تخلي الفيز ايرور بتاعك بيساوي زيرو. وبكده اكون انتهيت من المحاضره بتاعه الفيز لوك دلوب. اتمنى الناس تكون فهمتها، ويا ريت الناس تبعت لي تعليقات على اي جزئيه مش واضحه، ولو عايز ان انا مثلا اعمل لك محاضره اخرى على ابليكيشن للفيز لوك دلوب ممكن نعمل محاضره تانية. واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.